السلام عليكم حبيباتي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. في هذا الفيديو راح نتعلم على شيء جديد نزل عندنا بالسيستم. مثل ما تعرفون خلصت سنة 2021 وبلشنا بسنة 2022، ان شاء الله تكون سنة خير وبركة على الجميع. فكل مندوبة جمعت او حققت مستوى معين ربحت نقاط، تمام؟ هاي النقاط تقدر تسوق بها منتجات. زمان كان لهم غير تسميات، هسه راح نتعرف على شنو التسميات الجديدة. بعد ما نسوي تسجيل دخول الموقع نجي نضغط هنا على المنيو على الثلاث شروط، نجي ننزل هنا على ما سأسا أنا سايفسي، نجي نضغط هنا بعدها راح نضغط على ثلاث شروط، نجي ننزل على هاي القائمة نختار من عندها هاي الاختيار. راح يظهر لنا أول شيء زمان شنو نسميه أفون بلس ماركت، تمام؟ هسه صار اسمه بوان دنياسي، نجي نضغط على بوان دنياسي. فتحت عندنا هاي الصفحة بيها خيارين، تمام؟ هنا نقدر نتسوق المنتجات، اوكي؟ كل المنتجات موجودة، كل منتج مسعر بقيمة معينة، اوكي؟ وتحت هنا مثل ما تلاحظون الأدوات، الأجهزة، هاي الشغلات هنا موجودة في حال حبيتوا تتسوقون منها. راح نجي هنا نضغط على هيمان باشلا، تمام؟ هنا ظهرت عندنا المنتجات، المنتج اللي يكون مكتوب عليه ستوك تايوك يعني هذا المنتج خلصان ما راح تقدرون تسوقوه، اوكي؟ انا راح اغير النظام الى سطح المكتب حتى يكون اوضح وتظهر عندنا منتجات اكثر. راح اجي اضغط هنا على هاي الثلاث نقاط، اجي اضغط هنا على هذا الاختيار. مثل ما تلاحظون هاي المنتجات، كل منتج مكتوب تحته كم قيمته. وجاني اكثر من سؤال هم قبل هالمرة، انه ايش قد راح يكون السعر بعد خصم 25 او بعد خصم 70%؟ لا، ما راح يصير انه خصم بعد ما تتسوقون المنتج، هو اساسا هذا المنتج بعد الخصم الموضح امامكم، تمام؟